بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى كتاب يلي غيكومبخوند. طبعا انتهينا مع هذه القصة إن موفيز نوفيل، إذن خبر سيء. طبعا سننتقل إلى قصة أخرى كما نلاحظ في العنوان أن غام دي ترافاي. إذن كما نقول مأساة عمل، مصيبة عمل أو مأساة عمل. أن غام لودغام كما نقول مأساة أو مصيبة أو بلية إلى غير ذلك. دي ترافاي حدثت في العمل. دي بيشون سون اون تران داباتر دي زابر. دي بيشون كما نرويون سور ليماج اون دي بيشون، طبعا لو بيشون الحطاب. إذا عندنا هنا الأشخاص الذين يقطعون الأشجار يسمون دي بيشون. دي بيشون sont en train d'abattre des arbres. إذا نتكلم عن حطابين. sont en train، هم أثناء. en train مقصود به أثناء. d'abattre، d'abattre كما نقول إسقاط. des arbres إسقاط أشجار. إذا هم أثناء إسقاط أشجار. إذا هم أثناء تقطيع الأشجار. إذا des bûchons sont en train sont en train d'abattre des arbres. Ils travaillèrent toute la matinée. Vers midi, ils mangèrent, après quoi, tout de suite, ils reprirent leur hache. Parce que l'ouvrage pressait, aucun d'eux ne parlait. On entendait toujours les grands coups de la hache contre le cœur de l'arbre. Et donc, ils travaillèrent toute la matinée. Et donc, hum amilo كل الصباح وهم يعملون. il travaillèrent toute la matinée. إذن هم عملوا كل الصباح. vers midi وأثناء منتصف النهار. ils mangèrent هم أكلوا. طبعا كما تلاحظوا هنا عندنا لو فيرب travailler puis لو فيرب manger au passé simple. هي نتكلم عن فعل عاملة ثم فعل أكلة مصرفان في لو باسي سامبل. il travaillèrent il mangèrent après quoi بعد ماذا المقصود هنا بعد وقت لا نذكره après quoi بعد ماذا بحال تنقولوا حنا بالدارجة من بعد ما عرفتش شحال tout de suite بسرعة ils reprirent leur hache هم أخذوا leur hache voilà c'est une hache comme nous voyons sur l'image. إذا هذه الأداة التي تقطع بها الشجرة تسمى la hache. ils mangèrent après quoi tout de suite ils reprirent leur hache. ils reprirent leur hache. إذا بسرعة هم بعد ماذا لا نتذكر الوقت tout de suite بسرعة ils reprirent leur hache. إذا هم أخذوا الشواقر ديالهم. تنتكلموا على الشاقور لاش. باسكو لوفراج بريسي، لان العمل كان يضغط. باسكو لوفراج بريسي، طبعا كلمه اوفراج ممكن انها تعني عمل فني، ممكن انها تعني تاليف كتاب او الكتاب نفسه، ممكن انها تعني عمل الى غير ذلك. كلمه اوفراج لها معاني اخرى طبعا. باسكو لوفراج بريسي، طبعا لوفراج بريسي يعني فعل ضغط. إذا المقصود هنا بأنه كان يستعجل، كان يضغط في اتجاه العجلة، في اتجاه تسريع العمل. باسكو لوفراج بريسي، لأن العمل كان يضغط. إذا لذلك هم بسرعة أكلوا ثم قاموا فأخذوا أدوات التقطيع. وكان دون بارلي، لا أحد منهم يتحدث. إذا هاد الحطابون كانوا يضربون الأشجار ولكن لا يتحدثون. أوكان دو ما بارلي، إذا لا أحد منهم يتحدث. طبعا لو في بارلي يعني فعل تكلم. أوكان دو ما بارلي، لا أحد منهم يتحدث أو يتكلم. أون أونتوندي توجور لي غران كو دو لا هاش كونتر لو كور دو لابغ. أون أونتوندي، كنا نسمع، يعني كل شخص يمر من هنا سيسمع. نتكلم عن أون، هذا الضمير. طبعا الفعل هنا يصرف مع أون كما
يصرف تماما مع إيل بدون إس وآل بدون إس كما يصرف مع هي أو هو. ولكن هاد أون ممكن أن تعني شخصا، ممكن أن تعني أشخاص لا نريد ذكرهم. أون نونتوندي كنا نسمع، ممكن أننا نحن نسمع وممكن أن أي شخص يمر من هنا سيسمع. أون نونتوندي كنا نسمع. توجور دائما لي غونكو الضربات الكبرى. إذا المقصود هنا بأننا كنا نسمع ضربات قوية. دولاش ضربات الفأس إن صح التعبير، ضربات الشاقور. كونتر لو كور دولار، كونتر كما نقول ضد، ولكن المقصود أنها تضرب في لو كور دولار في قلب الشجرة. كما نلاحظ هنا لو كور دولار لو ميليو، إذا نتكلم عن الوسط. لو سونتر دي ترون أو مركز الجذع، هذا هو جذع الشجرة. إذا نتكلم عن مركزه في وسطه. لو سونتر دي ترون، إذا نتكلم عن مركز الجذع، جذع الشجرة. كي لا بارتي لا بلو دور، كي هي لا بارتي لا بلو دور، لا بلو دور التي هي المنطقة من الشجرة طبعا. كي لا بارتي كما نقول التي هي الجزء، جزء الشجرة. لا بلو دور الأكثر صلابة. إذا أخذنا الشجرة فأكثر مكان صلابة هو هذا المكان. أما الأغصان إلى غير ذلك فهي هشة بالمقارنة مع جذع الشجرة. إذا لو كور دو لارب قلب الشجرة، المقصود بهنا لو ميليو يعني الوسط، ثم لو سونتر دي ترون، لو سونتر دي ترون إذا نتكلم عن مركز الجذع. كي لا بارتي لا بلو دور الذي هو المنطقة الأكثر صلابة. إذا هاد الناس ما كانوش يتحدثوا، كانت تسمع فقط الضرب. اون اونتوندي توجور يعني أنه كانت تسمع ديما لي غونكو الضربات الكبرى، المقصود هنا الضربات القوية. دولهاش إذا ضربات هذاك الشاقور، ضربات الفأس بهذا الشكل طبعا. كونتر لو كور دو لارب كما نقول ضد قلب الشجرة، المقصود هنا في قلب الشجرة. Ils travaillèrent toute la matinée. Vers midi, ils mangèrent. Après quoi, tout de suite, ils reprirent leur hache parce que l'ouvrage pressait. Aucun d'eux ne parlait. On entendit toujours les grands coups de la hache contre le cœur de l'arbre. Tout à coup, le tronc craqua. Théodule cria. Gare! Puis il se mit à frapper. On vit trembler la pointe du sapin. Gare! Cria de nouveau Théodule. Elle y eut dans le haut du tronc comme une hésitation, il penche à droite, il penche à gauche, et Théodule n'eut que le temps de se jeter en arrière. Toute la masse s'abattit. Parmi le sifflement des branches, s'écroula et roula dans une espèce de fumée d'aiguilles et de débris d'écorce proche dans l'air. Puis tout à coup, Romain, qui s'était caché derrière une grosse pierre, arriva en courant, criant, oh mon Dieu, il est pris dessous. Et ceux qui étaient restés sur le chemin grimpaient avec hâte la pente. Tout à coup, le tronc craqua. Le tronc craqua. Et dans le tabac, quand on a de la tabac, il y a des bons à wasat, à chajara, quand il y a des bons à filjid, ou fais-je atten, et le jid, soumis à la saut, quel farqa, le tronc craqua. إذا هاد الجذع أنه أصدر صوتا، إذا سمي له هذا الصوت. لطخنك هكا المقصود أن الشجرة بدأت تنزل، بدأت تسقط. تيديول كخيا، إذا تيديول كخيا، إذا هذا الشخص صرخ. ماذا قال؟ كاغ. طبعا كلمة كاغ ممكن أن تعني المحطة، مثلا نتكلم على لاكاغ، محطة السيارات، محطة القطار. ولكن هنا تعني حذر، تعني حذر، انتبه، يعني حط راسك عندك، بعد تقول هنا عندك. تيدول كخيا كاغ، سيت اون انترجيكسيون. طبعا نتكلم عن كلمة أننا نقولها هكذا،
تعني تحذير، تعني تعجب إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن غار بوي إل سو مي فرابي، إذا طبعا في البداية كان يحذر، ظن بأن الشجرة ستسقط لكنها لم تسقط، لذلك بوي إل سو مي فرابي، بعد هذا هو أخذ في الضرب. أون في تخومبلي لا بوانت دي سابان أون في، طبعا هنا عندنا لو فيفوار مصرف في لو باسي سامبل. أون في تخومبلي، إذا كان يرى ارتجاف، تخومبلي تخومبلي يعني ارتجاف. أون في تخومبلي، كان يرى كان تيتشاف ارتجاف، ارتجاف اش لا بوانت دي سابان، يعني لا بوانت هي ديك البلاصة الحادة من الشجرة، المكان الحاد من الشجرة، كان يرى ارتجاف هذا المكان في أعلى الشجرة. كاغ، ثم هناك تنبيه آخر، احذر حذاري. كخيا دو نوفو طيوديل، إذا صرخ من جديد طيوديل. إليو دون لو هو دي ترون كوم إن هيزيتاسيون، يعني كان هناك في أعلى الجذع كوم إن هيزيتاسيون، مثل تردد، مثل تردد. طبعا هيزيتاسيون نقصد بها هيزيتاسيون، طبعا من فعل هيزيتي، فعل تردد، تقول سأفعل كذا أو لا أفعله. أن مومون، إذا نتكلم على اللحظة، أو أون نو سي با سو كون دوا فاغ، حيث لا نعرف، أو أون نو سي با، حيث لا نعرف سو كون دوا فاغ، ماذا علينا أن نفعل. كاينة واحد اللحظة الإنسان ما تيعرفش أشنو يعمل فيها، مثلا هو غادي تبانت له السيارة قاصده، ما تيعرفش واش يمشي لهاد الجهة ولا لهاد الجهة. إذا نتكلم عن هيزيتاسيون، يعني تردد، ما تتاخدش واحد القرار واش تمشي لهاد الجهة أو تمشي لهاد الجهة. إذا نتكلم عن لو فيرب هيزيتي أو بيان أون هيزيتاسيون. إلي دون لو هو دي ترون، إذا كان هناك في أعلى، في أعلى الجدع، ماذا كان هناك؟ كون أون هيزيتاسيون، مثل التردد. إل بونش أ دغوات، إل بونش أ غوش، تيدل أنه انحنى إلى اليمين، إل بونش أ غوش، ثم أنه انحنى إلى اليسار، أي تيدل ني كو لو طون دو سو جوتي أون أريغ، لم يكن له من الوقت، لم يعد له إلا الوقت ليرتمي إلى الخلف، لم يعد له الوقت، لم يعد له وقت ليهرب يمينا أو يسارا. إذا هو لم يعد له وقت إلا ليرتمي خلفا، إلا ليرتمي في الخلف. إذا هو لم يعد له وقت إلا ليهرب إلى الخلف، ليرتمي إلى الخلف. إتيديل ني كو لو طون دو سو جوتي أون أريغ، توت لا ماصاباتي، توت لا ماصاباتي، باغمي لو سيفلومون دي برونش، كل هذا الثقل أو كل هذا الوزن أو كل هذا الجسم، توت لا ماس، كل هذا الجسم، صاباتي، أنه سقط. باغمي لو سيفلومون، إذا هو سقط من بين الصافير، طبعا الشجرة ملي غتهبط تتسمع واحد الصافير ديال الأغصان ديالها مع الريح. باغمي لو سيفلومون دي برونش، إذا هذا الوزن سقط بين صافير الأغصان. سيكخولا، طبعا هي سقطت، إيغولا، سقطت ثم دارت، إيغولا دون زون إسباس دو فيمي ديغوي، يعني أنها دارت دون زون إسباس، في نوع من الدخان ديغوي، هذا الدخان ديغوي من الإبر، نتكلم عن لي زيغوي يعني الإبر، أو نتكلم عن عقارب الساعة تسمى إيغوي. إذا نتكلم عن قطع صغيرة، عندما نتكلم عن الصبة هي ليس لها أوراق، أوراقها مثل الإبر، إذا طبعا عند سقوطها تطايرت هذه الإبر وكونت ما يشبه الضباب أو ما يشبه كما عندنا هنا دخان. إذا إيغولا، ثم أن استدارت دون زون إسباس دو فيمي ديغوي، يعني أن استدارت في نوع من الدخان، مش مكون الدخان ديغوي، مكون من هاد القطع الصغيرة اللي تتكون الأوراق ديالها. إيدو ديبغي، طبعا لي ديبغي المقصود بها هو الفتات، إيدو ديبغي دي كورس، طبعا لي كورس هو هاد اللحاف، تنتكلمو على القشرة ديال الشجرة، تسمى لي كورس، تسمى لي كورس، وبقايا من هاد لي كورس، من هاد القشرة التي تحيط بالشجرة،
تسمى لي كورس. اي دو دي بغي دي كورس، نتكلم عن اوراق ان صح التعبير على الشجره. اي دو دي بغي، ثم نتكلم عن بقايا دي كورس، بقايا القشره المحيطه بجذع الشجره. بروجتون لير، بروجتي كما نقول المرميه، بروجتي التي تم رميها. اون لير في الهواء، كما عندنا بروجتي، كما عندنا هنا بروجتي. لانسي افيك فورس، التي ترمى بقوه. لانسي افيك فورس، المرميه بقوه. سوفون في الغالب، كون لي فواتور رول فيت، عندما السيارات تسير بسرعه، لي بنو بروجيت، لي بنو بروجيت دي غرافي، يعني ان العجلات ترمي دي غرافي، ترمي حصى، ما يشبه الحصى. اون فوا دي بانو كي انديك، اون فوا دي بانو كي انديك، اذا نرى بعد علامات التشوير كي انديك، التي تنبه، تنبه على ماذا؟ اتونسيون او بروجيكسيون دو غرافي، يعني انتباه لارتماء كما نقول الحصى. اذا ممكن اننا نجد على الطريق بعض العلامات التي تشير الى هذا. تطلما صبعتي، كل هذا الوزن او هذا الجسم سقط، نتكلم عن الشجرة هنا. parmi le sifflement des branches، سقطت بين صافير الاغصان. s'écroula et roula، s'écroula et roula، سقطت ثم استدارت. dans une espèce de fumée، يعني في نوع من الدخان، ديغوي من دخان الإبر. إدو دي بغي دي كورس، ثم من بقايا قشرة الشجرة. بروستون لاغ، المرتمية في الهواء، طبعا هي رميت في الهواء لذلك أصبحت على شكل دخان. بويتو باكو، ثم فجأة غماه، نتكلم عن شخص آخر يأتي هنا. كي سيت كاشي ديغيغ إن غوس بيغ، الذي كان مخبئا، الذي كان مختبئا. كي سيت كاشي ديغيغ إن غوس بيغ، إن غوس بيغ، الذي كان مختبئا خلف إن غوس بيغ، صخرة كبيرة. إذن طبعا عند سقوط الشجرة هو اختبأ خلف صخرة، وعندما سقطت هو سيأتي. أغيب أنكورو، وصل جريا، إذن هو أتى جريا عند سقوط الشجرة. كريون، صريخا. آه مون ديو، آه مون ديو، آه يا إلهي، إلي بخي دو سو، إنه أخذ تحتها، إنه أخذ تحتها، إلي بخي دو سو، طبعا دو سو أسفل، دو سو في الأعلى، سو، بحالتا نتكلمو على السو، سو يعني تحت، سيغ فوق، إذا عندما نقول أو دو سو، بحالتا نقولو سيغ، يعني فوق، هنا إلي بخي. إذن هو أخذ، طبعا هنا تنتكلم على لوفير بخوندر، إلي بخي هو أخذ دو سو. تنشوف هنا لوفير بخوندر مصرفنا إتر، لأن الشخص هو الذي أخذ، صرفنا مع إتر. لو كان هاد الشخص هو خد شي حاجة أخرى، غنصرفو بخوندر مع أفواغ، ما غنصرفوش مع إتر كما عندنا هنا. نقول مثلا إل أبخي، إذن هو أخذ شيئا آخر، ولكن هنا هو الذي أخذ، المقصود بأنه قبض عليه. إلي بخي، كما نقول بأنه حصل. إلي بخي دو سو، إذن هو أخذ تحت، المقصود تحتها. إي سو كي إيطي غيستي سيغ لو شومان غامبي أفيك هات لا بونت. إي سو، والذين، نتكلم على الحطابين الآخرين، إذن هم الذين كانوا بعيدين عن الشجرة. إذن ماذا حدث لهم؟ إي سو كي إيطي، والذين كانوا غيستي، الذين كانوا باقين سيغ لو شومان، على الطريق. غامبي يعني تسلقوا، افيك هات يعني بسرعه، لا بونت يعني الصعود، لا بونت يعني الميلان، نتكلم عن ارض مائله. اذا هم تسلقوا هذه الارض المائله، لماذا؟ حتى يصلوا عند الشخص. او مون ديو، إلي بخي دو سو، اي سو كي ايتي غيستي سيغ لو شومان غامبي افيك هات لا بونت. إذن هو عندما صرخ هكذا، والذين كانوا لا زالوا على الطريق بعيدين، غرامبي، غرامبي أنهم تسلقوا افيك هات بسرعة لابونت،
يعني الصعود، نتكلم عن ميلان الأرض. جان لوك أون فئات كوشالا، إذا طبعا جان لوك كما نلاحظ في الصورة أون في الواقع أتيكوشالا كان ممتدا هنا، ممتدا هكذا، ممتدا بشكل أفقي. أتيكوشالا إذا كان ممتدا هنا كأنه نائم. Il avait été pris au moment où il se sauvait. Il avait été pris au moment où il se sauvait. إذن هو كان قد أخذ. Il avait été pris. إذن هو كان قد أخذ au moment. عند لحظة. لحظة ماذا؟ Où il se sauvait. حيث كان يهرب. حيث كان يهرب. Jean Luc. On a fait être couché là. Il avait été pris au moment où il se sauvait. إذن هو أخذ، تم القبض عليه، أو ماما أو إل سو سوفي، في الوقت الذي كان يهرب. طبعا لوغي سو سوفي يعني فيها الهربة، يعني كما نقول أنقذ نفسه، ولكن المقصود بها هربة. بريبار لو با دو كور، بريبار لو با دو كور، يعني أنه أخذ من أسفل الجسم، يعني أن الشجرة لم تسقط على وسطه، بل سقطت على أسفل الجسم. بريبار لو با دو كور. يعني أنه أخذ من أسفل الجسم. إل هو سول سورتي أفيك إين فيغيغ كوم دو لامي دو بان. إل هو سول، ثم أن الأعلى فقط، أعلى جسمه فقط سورتي، كان يخرج، هو الذي كان خارجا، كان خارج من أسفل الشجرة. أفيك إين فيغيغ، مع وجهين، مع وجهين كوم دو لامي، كوم دو لامي دو بان، مثل لامي دو بان. طبعا لامي وسط الخبز الرطب الموجود بين القشرتين، نتكلم عن لب الخبز. هو أخذ مثل لب الخبز بين قشرتي الخبز. Et des yeux troubles grand ouvert. Et des yeux troubles grand ouvert. إذا نتكلم عن أعين، إذا نتكلم عن عينين تخوبل، كما نقول أنها حائرة إن صح التعبير، تخوبل أنها حائرة. غون أوفيغ، كبيرة مفتوحة. أون لو كخي موغ، ظنناه توفي. أون لو كخي موغ، مرة أخرى هنا عندنا أون لو كخي موغ. طبعا هنا عندنا لو فيرب كخواغ. أون لو كخي موغ، يعني أننا ظنناه مات. مي سودا، ولكن فجأة جون لوك بوسا أن سوبيغ. إذا هو قام بتنهد، قام بالتنهد، أنه تنفس عميقا إن صح التعبير. بوسا أن سوبيغ لو روج دي سون لوي غوفا سو لابو، يعني لو روج نتكلم عن احمرار، دي سون احمرار الدم، لوي غوفا أنه رجع له سو لابو تحت الجلد. المقصود هنا بأن رجع ليه الدم، رجع فيه الاحمرار ديال الدم. إل غوغاردا أوتور دو لوي، إل غوغاردا أوتور دو لوي، إذا هو نظر حوله. ثم ماذا قال؟ سونيغيا ليس شيئا، سونيغيا ليس شيئا، يعني ماشي شي حاجة، ماشي شي حاجة. جي سولمو لي جون بخيز، جي سولمو لي جون بخيز، أنا عندي فقط الساقين مأخوذين. المقصود أخذ مني فقط الساقين، يعني لا شيء، أنا لم تسقط الشجرة علي ككل، إذا هذا ليس شيء. جي لوك أون في إتي كوشيلا إلا فيتي بخي au moment où il se sauvait. Prépare le bas du corps. Et le rossel sortait avec une figure comme de la mie de pain. Et des yeux troubles grands ouverts, on le crie mort. Mais soudain Jean-Luc poussa un soupir, le rouge de son lui revint, le rouge de son lui revint sous la peau. Il regarda autour de lui, il regarda autour de lui, ce n'est rien, j'ai seulement les jambes prises. إذا نستأنف الفقرة القادمة مع قصص أخرى. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.